سيدي سليمان. وي اختي خديجه. لا لا رحمه مرحبا بك. بارك الله فيك. كيف الحال؟ الحمد لله. كتوافقيني هذا الراي ديال ان الرجال عندهم واحد النسمه خاصه؟ بطبيعه الحال. سبحان الله العظيم غير جميله وكتولي كيبك. داك الشيء اللي كاين فايتينا بزاف. ما عرفتش واقيلا حيت كيرميو كل شيء في خطره واقيلا وكيسدو كيخليو داك الشيء كيطيب ماشي بحالنا. دير فلاش حرفيا الفهم دير هادي ما نعرف. نعم مرحبا مرحبا بك. بارك الله فيك اختي. مرحبا شنو اقتراحك معنا؟ عندي واحد الكريسات اختي خديجه. كريسات واخا شنو نحتاجو فيها؟ بطبيعة الحال خصوصا دابا مع يلاه الاول تاع الشهر. هذاك الشيء اللي كاين. كاين اللي مازال ما دازتلوش الفيغمون. يديرو. طيب شنو غنحتاجو المقادير؟ اختي خديجه عندي كيلو ديال الدقيق. كيلو ديال الدقيق فورس. نعم. جوج كيسان ديال الزيت صغار. جوج كيسان ديال الزيت صغار. جوج كيسان سنيده صغار. جوج كيسان ديال السنيده صغار. نص سيترو ديال الحليب. نص فليتر ديال الحليب. خماره واحد المعلقه صغيره ديال الخميره معجونه. معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. واحد الفاني. فاني. واحد الحامضه محكوكه. حامضه محكوكه او قشور ديال الحامض. ولا قشور ديال الحامض. كنخلطوا كل شيء العناصر كامله و تنخليوها تتخمر تنحطوها في واحد الزلافه كبيره ونعملوها بالزيت من الفوق. نعم. و تنغطيوها تنخليوها تتخمر من بعد تنرجعوا ليها تنحيدوا من هذيك الهواء. نعم كنعاودوا كندخلوها كامله يعني ما كنخليوهاش كما قلتي نخرجوا داك الهواء اللي فيها الداخل. نعم. كامل. ومن بعد تندهنوا الطاوه ديالنا و تنقطعوها صغيره. نعم. بحال اللي بول صغار. وتنخليوهم حتى كيخمروا عاود مرة ثانية. المرة الثانية وتنعاودو ندهنوهم بشوية البيض. البيض من الفوق. البيض من الفوق. قهوة سريعة الذوبان ما عمرك درتيها؟ لا تندير شوية سنيدة مع البيض. نعم حتى هي كتحمر. صافي وتنديرو شوية الزنجلان من الفوق ولا السنيدة اللي بغيتي. وتندخلوها للفران. ندخلوهم للفران كيطيبو كنخرجوهم. تنخرجوهم تنديرو معاهم قهوة ولا قهوة وكنحتفظوا بهم. بحال هكا كوتي ديال الوليدات شويه ديال الشوكولا شويه ديال العسيله كونفيتور فروماج كاين بزاف نقدروا نديروهم مالحين نقدروا نديروهم حلوين نقدروا نعمروهم بلا كريم باتيسير كاين بزاف ديال الحويجات اللي نقدروا انهم نديروهم بهاد الكريسات كنحيك كثير الله يرحمها تبارك الله عليك شكرا لك على مشاركتك معنا اما حنا